اللي تخلي في ابتهال، لكن اللي يفهم شروط المعنى والقافية ما يبقى والحال. سهرتنا اليوم سهرة خزناجية، سهرتنا اليوم سهرة خزناجية بالآلام والحال. مرحبا. مرحبا بالناس اللي جاونا من كل مكان، مرحبا وألف مرحبا في هذه السهرة من سهرات رمضان. وهاكم التحية. حضرنا الكريم، سلسلة عليكم، سعد الله مساكم. رحنا ونلتقينا في موعد جديد من سهرات دار الأوبرا بوعلام بالسايح اللي تنظم لكم خلال هذا شهر رمضان عدة سهرات من اللي فاتوا من قبل واللي راهم جايين. احنا ماذا بينا تكونوا معنا أكثركم على خاطر هذه السهرات خصيصا هم على شرفكم وعلى حقكم حضورنا الكريم. نرحبوا بكم حضورنا الكريم، نرحبوا بكل عشاق ومتذوقين الفن الأندلسي والموسيقى الأصيلة. انتم ماذا راكم تتابعوا وماذا راكم تحافظوا وماذا راكم تذوقوا هذا الفن بتذوقكم هذا الفن راكم تحافظوا على الهوية الجزائرية. نرحبوا بالصحافة المكتوبة مسموعة مرئية كانت معنا، أهلا وسهلا بكم. فنانين راهم حاضرين معنا، رؤساء الجمعيات، أهلا وسهلا بكم. طبتم وطرم مشاكم وتبوعتم من الجنة مقعدة. في بداية قبل تحيات كل من السيد مدير العام لدار الأوبرا بوعلام بالسايح سيد نور الدين سعودي يوجه لكم تحياته في هذه الليلة. تقبلوا تحيات كل الطاقم التقني اللي راه يرافقنا على الطاولة التقنية وعلى طاولة الإضاءة. تحياتنا لكم وتقبلوا تحياتي اللي راه يرافقكم طيلة هذه السهرة. ميكروفوني أخوكم ابنكم خاصة حبيبكم عبد المؤمن بن حواء. سهل سهرتنا نستهل سهرتنا ونقول في حقكم وفي شرفكم أن عيني لغير جمالكم لا تنظروا وخاطري لي سواكم ليس يخطروا. أنا صبرت قلبي عليكم فأجابني لا صبر لي فكيف أصبر. فشارب الخمر يصحو بعد سكرته وشارب حبكم طول الدهر سكرانا. أهلا وسهلا بكم. نستهل سبحوا لي برك لك التحية ما ليش عاجبت لما دبي أكثر على العالم تحكم إذن نستهل سهرتنا اليوم. في البداية أعطنا تحيتنا الكبيرة للجوق الجهوي لمدينة الجزائر العاصمة تحت قيادة أستاذنا وشيخنا زروق مقدام. كما قلنا اليوم أنه اليوم سهرة خزناجية، هي سهرة تكريمية لأحد أعمدة الفن والثقافة ليستحق عمودا سابعا أو ثامنا. واليوم في هذه السهرة هو نجما من نجوم الجزائرية هذه. إذا في البداية تحيتنا الكبيرة للشيخ محمد الخزناجي اللي حاضر معنا. شيخنا محمد الخزناجي هرب وأحد أعمدة الفن على مستوى الجزائر عامة والقطر العربي عامة أيضا. هو من تتلمذ على يديه عدة فنانين واللي راهم في الساحة الفنية بارزين واللي أيضا عدة جمعيات اللي راهم بارزين في الساحة الفنية الجزائرية. إذا كثير ما تعرفوا عليه على شيخنا محمد الخزناجي في هذه السهرة وفي هذه السهرة التكريمية لشيخنا محمد الخزناجي. نبدأ بالفنان اللي جانا من ولاية مستغانم الفنان فيصل بن كريسي اللي راح يتقدم معنا بشذرات من نوبة رصد الدين رفقة الجوق الجهوي لمدينة الجزائر العاصمة. أوقات ممتعة.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.
Oh,
Thank you.
للفنان نور الدين سعودي تحيتنا لجوم دار الاوبرا شيخنا جلوم بغداد تحيه كبيره لهم. اذا كانت هذه هي سهرتنا اليوم السهره التكريميه لشيخنا محمد الخزناجي. اذا نطلب لكم موعد ان شاء الله في سهره 14